ارخص اوتيل في الصين اللي الثمن ديالو 40 درهم مغربيه، وغادي نمشي نكتشفوا هاد الاوتيل هذا كي داير وكي داير من الداخل. غير بقاو معايا. المهم الدراري ديال الابليكاسيون باش كنعرف مهم ميتوان هاد الاوتيل هذا كيف كتشوفوا 10 كواي كاين ديالو 20 كواي. تخيلوا معايا 10 كواي هي 15 درهم مغربي. متى هاد الاوتيل شكون واش داير كيبان؟ الصراحه كيبان ناضي كي ما عرفتش. ها هو ديال 20 كواي 16 كواي 16 كواي يقولوا 21 درهم مغربي، 17 كواي 16 كواي 20 كواي 22 كواي 22 كواي 46 كواي. شوفوا هذه 46 كواي كيبان ناضي الصراحه، الصراحه في التصور كيبان ناضي ولكن ما عرفتش في الواقع كيفاش داير. ها 23 كواي 26 23 24 27 26 29. اخويا انا ما بغاش يعيش، ولكن المهم هاد الاوتيلات هادو كيكونوا فيهم الشبوات كيف ما كنقول لكم. ها زاهية 16 كواي 31 كواي 30 كواي. المهم شوف كاين كاين لي زوطا اللي يقدر مثلا يصبر الريحة كدا، هدا كان شي نهار فهمتي في شي مدينة محانسر كدا، يدخل غير لميتوان يلقى لي زوطا اللي رخاص مرة، وخا يلقاهم في شي بلايص خايبين، ولكن هادي الغربة ما عندكم ما ديرو. ولكن هذا ستاج الوحش 10 كواي 15 درهم مغربي. تخيلوا معايا ستاج الوحش. دابا لقيتني كنتسنى ديدي باش نمشي هاد الاوتيل هذا وتشوفه كي داير والثمن ديالو اللي 40 درهم مغربيه. المهم انا صراحه تصدمت من عرفت باللي كاين اوتيل في الصين ب 40 درهم مغربيه، وجاي الفضول كي داير من الداخل وغادي نبارطاجيه معاكم. المهم دابا كنتسنى ديدي باش نمشي ليه وتعرفوا كيفاش هاد الاوتيل من الداخل، وهاد الفيديو غادي يفيدكم ديال بصح. والدراري هادي هي البلاصه اللي فيها الاوتيلات اللي رخاص بزاف، كيف محشره هاد البلاصه كيف ما كتشوف راه محشره كيف ما كتشوفوا. المهم بلاصه قديمه شويه، هاد الاوتيلات كامل رخاص ب 40 درهم 50 درهم 60 درهم. المهم هاد الاوتيل هذا مش عنبات فيه ولا شي حاجه، غادي نخلصو غادي نقول له خصني نصور من الداخل ونشوف شنو غادي يقول لي. المهم هادي هي البلاصه فين كاين هاد الاوتيلات، هاد الصف كامل ديال لي زوتيل. المهم دابا غادي ندخل وغادي نشوف هاد الاوتيل كي داير من الداخل كي داير، خصني نكتشفو كي داير حيت شفت التصاور ولكن في التصاور ماشي بحال الواقع، ونشوف واش نقي ولا ما نقيش وشنو فيه من الداخل. المهم الدراري غادي تشوفوا الاخر والله هاد البلاصه هادي كتخلع. المهم هاد البلاصه هادي راه فشكل، ما حد فيها اوتيلات رخاص الصراحه، ما عرفتش علاش فيها اوتيلات رخاص بهاد الطريقه هادي، ولكن كاينه شي حاجه ماشي هي هاديك هنا. المهم الدراري كيف ما شفتو الصراحه خلوني نتعامل معايا مزيان، قالوا لي ماشي مشكل. المهم دابا غادي نوريكم اوتيل كيدير من الداخل، تبعوني. اول حاجه غادي ندخل للبيس اللي كريتو، ماشي كريتو غير خلصتو باش نصور فيه فيديو. المهم هذا هو الاوتيل ديال 40 درهم مغربيه في الصين. المهم شوفوا وساده وساده اخرى ومانطا، هنا بريز ديال الطوفين ديال السارج، هنا الا كنتي كتكمي دير داكشي ديالك، هنا ما عرفتش شنو هو هذا مسدود ما عرفتش اش حاطينه هنايا، هنا كاين الزبل، هنا كاين الصنادل كيف ما كتشوفوا شحال من الصنداره كاينه هنايا، وفي هاد اللعبه هادي السخونيه كيطلق السخونيه صراحة راه خدام كنحس بسخونية في يدي. هنا كاين هاد الفرفارة هادي كيف ما كتشوفو، وهذا واقيلا راه بالكون، ولكن ما عندك كيفاش تدخل له، واقيلا تنقض وتفتح البالكون ما يمكنش حيت الباب مزيرة. المهم كاين واحد الريحة اللي ما يمكنش لي خانزة ديال بصح. المهم هاد البلاصة راه فشكل، وانا دابا في الطواليت كيف ما كتشوفو هادي الطواليت. المهم فين دير الحاجة ديالك، هنا لابابو، انا يا الرشاش راه بغيتي تدوش الصراحه ما عرفتش واش فيها ما سخون ولا لا. المهم هاد الاوتيل هذا ب 40 درهم، وفي اخباركم وكاين قل من 40 درهم تقدر تلقى حتى ب 20 درهم مغربيه، غير خصني نقلب اكثر فهمتوا. غنقلب اكثر وغادي نشوف شي فيديو اخر عاوتاني غادي نقلب لكم على شي اوتيل غير ب 10 درهم الا لقيتو غيكون 16 لواحد، حيت هاد الاوتيل هذا فهمتي، ولكن الريحه اللي فيه راه ما يمكنش ميمكنش ريحة كريهة.
المهم الدرع دابا اختي غادي نغرب شويه كما كتشوفوا كاين بزاف ديال لي روم، ها روم الاولى ها الثانيه المهم كيف ما كتشوفوا الدرع زاهيه لي روم وداك الشيء مزاحم بواحد الطريقه ما يمكنش وعرفتي ريحه خانزه راه ما يمكنش ومخلوع مخلوع شويه ماشي بزاف حتى هاد البلايص هادو ديال الشبهات تقدروا راسكم تعرفوا هاد البلايص ديالي قبل ما نقول لكم وما نساش هنا راه كاين الدروج هنا راه كاين الدروج راه باقا القضيه زاهيه راه كاين هنا الدروج ولكن القضيه مظلمه ما نقدرش نشعل الضو الدراري كيف ما قلت لكم هاد البلاصه بعد هادي كامله كامل فيها بحال هاد الاوطيل ديال 40 درهم 50 درهم 30 درهم هي بلاصه اخرى بحال البلاصه اللي كنت فيها البلاصه اللي كنت فيها كاينه لهيه فواحد التخيله دابا انا في هاد البلاصه هادي عاوتاني انزل شويه لقدام غادي تكون شي بلاصه بحال هكا عاوتاني فيها اوطيلات بحال هاد الشكل هاد وهاد البلاصه كما قلت لكم راه فهمتي فيها الشبوات شويه فهمتوا البلان هاد البلاصه ماشي هي هاديك المهم اوطيل انا كنت كنتخايب ليها يكون اوطيل في الصين ب 40 درهم 20 درهم راه في المغرب وما غاديش تلقى اوطيل ب 20 درهم الصراحه غاديش تلقاه الدراري دابا لقيت نجي نقصي في واحد البلاصه نقصي فيها الشوا القطبان ديال الشوا المهم ما كنت كنتخيل غادي نلقى واحد الاوطيل ب 40 درهم في الشينوا ما كنتش كنتخيل حيت في المغرب وما كاينش اوطيل ب 40 درهم الصراحه هاد البلاصه المهم جات ليها نقصي شويه راه فيها الجوع دابا راه 10 شحال دابا في الساعه ال11 ديال الليل غادي نقاصو غادي نمشي للدار المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى يكون عجبكم وكنتمنى نكون فيدتكم شويه ولا عجبو لا فيديو يدير بزاف ديال اللايكات ويبارطاجي الفيديو مع صحابو حيت هذا الفيديو هذا فهمتي مغير على الفيديوهات اللي كندير والفيديوهات اللي عاجيو غيكونوا احسن من هاد الفيديوهات اللي كندير دابا شوف غنحط الانستغرام ديالي دخلوا عندي والانستغرام نفس السميه اللي داير في يوتيوب داير في انستغرام صوي حمزه وحتى تيك توك صوي حمزه نفس السميه دايره في كل شيء فيسبوك انستغرام تيك توك في اي بلاصه ديال نفس السميه ومهم تهلاو في راسكم وغادي خلينا نمشي نقصي وكنبغيكم كاملين واللي كيبغي حمزه يبلبل كومونتيرات ما غادي يخسروا حتى شي حاجه كنبغيكم كاملين تهلاو